يشرفونا حضوركم يؤثر فينا واحد الشكل كبير. حضوركم دعم لنا باش نستمروا باش نكونوا رهن اشارتكم. في الحقيقه يعني كاع داك التعب اللي درناه اليوم الحضور ديالكم تنسينا كاع داكشي كامل. اقسم لكم بالله على الحضور ديالكم تفرحنا بزاف. حضروا كل من السادة والسيدات، الحق مصباحي، فتحة غريب، الحق زهيروح، سليمانو، رشيد جدو، محمد بن العقيق، يوسف الرحيمي، عزيز رحيلة، عزيز حمان، عبد الرزاق زريوح، بن ناصر الشقر، محمد رزقي، عز الدين صفصاف، عبد الحق الكحل، مبارك بودريق، عزيزة خلدون، نزهة الحريقة، ماريا بن سعيد، رشيدة الحسنى، مولاي المهدي العبد الوالي، عادل مصباحي، حافظة حمود، محمد ليمون، عبد الغني سوبير، مصطفى السناني، إدريس الكوشي، حاجي القافيفي، أحمد كروان، رشيد زهيرو، ونور الدين الضو، وكان العدد 30. الرحمن الرحيم. اولا تنشكرك الاخ عبدو على هذه المواكبه ديالكم الاعمال ديال جمعيه العمل الاجتماعي لموظفين جامعه مكناس. اليوم انا كرئيس ديال الجمعيه هذا الحضور المكثف ديال المنخرطين ديال جمعيه الاعمال الاجتماعيه اللي وصل العدد ديالهم 417 منخرط ومنخرطه هو شرف كبير لنا وكذلك حمل ثقيل على عاتقنا لكي نقوم بالواجب المنوط علينا هو العمل الاجتماعي المحض لهذه الشريحه من الموظفين ديال جامعه مكناس اللي تيستاهلوا كل خير لانهم موظفون ضحاوا عطاوا الكثير في ظروف يعني ماشي جد ملائمه ولكن دائما يعطونا ويعطونا الكثير. هذه الجمعيه اليوم اصبحت اليوم قيمه مضافه لهاد الموظفين. لا ننسى الدعم الكبير ديال السيد عامل عماله مكناس على لهاد الجمعيه هذه وكذلك رئيس الجماعه اللي تيعطي واحد المنحه مهمه لهذه الجمعيه اللي تقدر 100 مليون سنتيم. وبالمناسبه نرجو كما شفتوا اليوم الاخ ان الموظفون يلحون على واحد 600,000 درهم ديال الحج. نطلب من السيد عامل عمل مكناس وكذلك رئيس الجامعه وجميع الاعضاء المجلس انهم يعطيوا هاد 60 مليون من اجل المساهمه في الحج ديال هاد السنه هذه لان الموظفون في امس الحاجه لهاد المنحه هذه. اليوم البرنامج السنوي ديال جمعيه الاعمال الاجتماعيه زاخر وغني وغادي نشوفوا مجموعه ديال الامور منها منحه ديال رمضان، منحه ديال عيد الاضحى، المساهمه في العمره ان شاء الله غادي تكون واحد العمره ان شاء الله، وكذلك دوريات رمضانيه وكذلك المساهمه في جميع الاعياد الوطنيه ديالنا. نطلب من الجميع ان جميع المنابر الصحافيه النزيهه انها تجي وتعاين وما تبقاش وتواكب هذه الجمعيه هذه ونحن يعني الابواب ديالنا مفتوحه لهم في اي لحظه بغاو. فائض 59 مليون جاء بحكمه يعني التدبير ديال هذا المكتب هذا اللي جاء فعلا باش يخدم هذه الجمعيه هذه. فعلا فائض 59 مليون جاء من 100 مليون اللي عطات الجامعه. احنا بالنسبه لنا كنا درنا واحد الصفقه ديال تسيير هذا المقر 120 مليون كما كنقولوها دائما. اخذنا هذه 120 مليون بنينا بها صوبنا بها قدينا بها، لكن اليوم هذه المنحه ديال 100 مليون هي مخصصه فقط لكل عمل اجتماعي للموظفين، ما تنبنيو بها، ما تنشريو بها كيسان، ما تنديرو بها حتى شي حاجه، وهذا بالنسبه لنا قيمه مضافه. واليوم ان شاء الله احنا مقبلين على مجموعه ديال بغينا نمشيو تما في المجال الاستثماري، وكذلك نطلب ان هذاك الملف ديال السكن هو يتحرك لانه الموظفين محتاجين لهذا الملف هذا يتحل في اقرب وقت. تقدمت واحد الشركه بلا ما نذكروا الاسم ديالها
باش دير واحد الاتفاقيه مع جمعيه الاعمال الاجتماعيه في كل ما يتعلق لا بالتامين ولا بالكريدي ولا هذه، وهي فرصه للموظفين باش يستافدوا من الشراكات والاتفاقيات اللي غادي تكون. حنا عاوتاني مقبلين، عندنا واحد المشروع ديال اتفاقيه شراكه مع واحد المصحه في كل ما هو استعجالي، لان باش نخفوا هذيك نخفوا على محمد الخامس والمستشفى محمد الخامس، ان بغينا نديروا واحد الاتفاقيه مع مصحه في كل ما يتعلق بما هو استعجالي. كذلك هناك اتفاقيات غادي تجي مع لي لابو ديال التحليلات، وكذلك مع بعض الاختصاصيين في المجال الصحي، باش نقول لك بان الثقه كاينه، لان كان الانخراط ب 100 درهم. هذا المكتب اللي جا درنا المنخرطين بالنسبه للسلم 9 فما تحت 200 درهم، من سلم 10 فما فوق 300 درهم، وكان العدد فاق يعني التطلعات والتصور ديالنا اللي هو 417 المنخرط اليوم، مع ان مجموعه ديال الاخوان تيطالبوا اليوم باش يفتحوا باب المنخرط. اليوم احنا هذا عبء ثقيل علينا، ولكن الحمد لله سنكون يعني في مستوى تطلعات هاد المنخرطين والموظفين ديال جماعه اللي غيكون فيها عروض وامتيازات ونسب فائده اللي هي هابطه، واللي غيكون فيها واحد لاكومبانيومون ديال كل واحد فيكم. درنا شراكه اتفاقيه ما بين اكسا كريدي مكناس وجمعيه الاعمال الاجتماعيه ديال البلديه ديال مكناس. هذه الاتفاقيه غادي يستافدوا منها الموظفين، كيكون فيها عروض، كيكون فيها نسبه فائده اللي هي هابطه، كيكون فيها ان اكومبانيومون بالنسبه لي فونكسيونير ديال البلديه ديال مكناس بصفه عامه. هناك العديد من الامتيازات اللي بقى اللي ذكرتيها في المداخله، وكاين كتوضح الامتيازات اللي كيستافدوا. وي كيكونوا عدد الامتيازات، مثلا اكسا كريدي كتخدم بعروض على طول العام، مثلا دابا قريب رمضان، دونك كاين واحد العرض اللي هو خاص برمضان، من بعد كيكون لي فاكونس لا غونتري سكولير كنديروا عرض اخر عاوتاني هو خاص بلي فاكونس، ومن بعد كيكون مثلا عيد الاضحى كنديروا عروض اللي هي خاصه بعيد الاضحى، ولا فان داني كيكون عروض ديال لا فان داني. مي بالنسبه لينا حنا الشراكه اللي كتجمعنا مع جمعيه الاعمال الاجتماعيه ديال مكناس، واخا ما كيكونوش هاد العروض كتكون نسبه فائده اللي هي قليله على طول العام بالنسبه لهاد المنخرطين ديال الجمعيه. وكذلك اعضاء المجلس الاداري وكل المنخرطين والمنخرطات، نود باسمنا جميعا ان نشكر السيد عامل عمليه مكناس، وكذلك السيد رئيس جامعه مكناس وجميع اعضاء المجلس الجماعي لدعمهم لهذه الجمعيه ماديا ومعنويا، والمساندة اللامشروطة لهم. نشكرهم جميعا، ونشكر كذلك الحضور الكريم الذي نفتخر بوجودكم اليوم معنا، وتتعطيونا واحد القوة كبيرة. أقسم لكم لليوم أعطيتونا قوة كبيرة على أننا نستمر في العمل الإيجابي الجاد لصالحكم.